علي هو الشخصية المثلى، هو بحر المعارف والمعاجز. يا علي يا علي. إمامنا علي بن أبي طالب عليه السلام أولا هو أمير المؤمنين، وبعد حتى نحن مشهورا لنا هذا الكلمة، لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفكار. الإمام علي عليه السلام نحن لا نعرف فضيله وكيف هو، كما يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لا يعرفك إلا أنا وإلا الله وأنا، ولا يعرف الله إلا أنت وأنا، ولا يعرفي ولا يعرفي إلا الله وأنت. هذا فضيل الإمام علي. مشهور أيضا هو أسد الله القوي. در ماه رمضان این قرآن فرود آمد، اما اون قرآنی که بالا، اون قرآنی که بالا رفت، اون دیگه گفتنی نیست. همین اندازه بسه که وقتی بالا رفت، جبرئیل گفت تهدمت والله ارکان الهدى، خراب شد والله ارکان هدایت، گسیخته شد عروت الوثقا. این قرآن ساعده، مصیبت اینه که ما نشناختیم چه قرآنی آمد و چه قرآنی رفت. دیگه همین یک حدیث بسه. علی جمع الامامه بالقياده واللطف بالشجاعه فكان كما كان. امام علي عليه السلام اعتقد الشخصيه التي جمع بين القياده الروحيه الدينيه وبين القياده السياسيه، واعتقد ان هذا الجمع مهم جدا، ولذلك لانه يعني جمع بين الطرفين، و يعني حقق ال ال يعني الطريق الصحيح، يعني ضد كل النظام الظلم او النظام الظالم. ولذلك بالنسبة لي يعني شخصيته عليه السلام يعني القائد الكامل والشامل. نبحث عن علي، لكن أين سنجده؟ نجد عليا عليه السلام في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي كل قيمة تتحرك في الحياة، القيمة في الأخلاق، القيمة في العلم، القيمة في الفكر، القيمة هو علي يمثل القيمة كل القيمة، لأنه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما زال علي عند الأيتام. علي راح ومكان الخالي موجود، ترك في عيون اللي تانون ثغرة. علي راح وبقت محتار الأيتام، لأن بين اليتام بين عشرة. بين أوباغاتهم قبة ومنارات، وبدمعاتهم الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في ذلك الشعر المنسوب إليه: ما إن تأوهت من شيء رزئت به كما تأوهت للأيتام في الصغر. تأوه، يعني الإمام صلوات الله عليه في هذا الشعر المروي عنه يقول عندما يرى يتيم، مو فقط يأتي ويمسح يده على شعر هذا اليتيم،
مو فقط يأتي ويقبل هذا اليتيم، يتأوه لهذا اليتيم. علي كان ولا زال المظلوم الأول، وبمظلوميته نهجت المناهج وسارت الدموع. روز شهادت او روزیه که پیغمبر وقتی خطبه غرا رو خون راجع به امام به ماه رمضان راجع به این امام در این خطبه این جمله رو گفت. وقتی یک سوال کرد بین خطبه از خاتم، دیگه شرح خطبه بود، سوال و جواب برای وقت دیگری. یک نگاهی کرد، پیغمبر گریه کرد، گریه خاتم گفتنی نیست. وقتی او گریه میکنه تمام ملکوت وجود گریانه، چون قلب عالم امکانه، روح هستیه، شخص اول عالم وجوده. انقلاب او یعنی انقلاب تمام عالم کون. گریه او، گریه 124,000 پیغمبر. پرسید یا رسول الله چرا گریه می کنی؟ فرمود یا علی گریه می کنم برای اون چه تو بعد از من می بینی. در این ماه محاسن تو به خون سرت خضاب میشه. وقتی این کلمه را گفت عکس العملی که نشون داد قیامتی سرپا کرد. گفت یا رسول الله آیا این پیش آمد با سلامت دین منه؟ این هم جوابی که داد. اون چه محیر العقوله اینه. فرمود یا علی هر کس تو را بکشد مرا کشته. این جمله خیلی معنا داره، همه بفهمیم. یعنی یا علی روز 21 روز مرگ منه، روز شهادت تو روز شهادت منه. اشهد ان علی ولی الله، اشهد ان مولانا علی امیر المؤمنین و ابناءه المعصومین بالحق حجج الله سلام الله علیه. تهدمت والله أركان الهدى، تهدمت والله أركان الهدى. جبريل يعلو منه الصدى، تهدمت أركان الهدى. الله أكبر بموت حيدر، تهدمت أركان الهدى. الله تهدمت أركان الهدى. يا الله جبريل.